تلقيت نفس عرض بيراميدز اللي رمضان سأوافق؟ نعم ام لا؟ والله لو ما فقدتش الوعي هوافق. لو ما فقدتش الوعي؟ اه. ليه؟ لان المبلغ اللي هيتحط قدامي ده لست تفقد الوعي طبعا الاول نص ساعه ويفوقوك وبعد كده توافق. اغرب اجابه ممكن اسمعها في الموضوع. ناس بتهزر يعني. لو اتحط قدامك الرقم ده تغمى عليك الاول شويه؟ على الاول شويه وبعد كده لما اصحى هوافق. اغرب اجابه ممكن اسمعها.